أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي. ذكر محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية شهدت تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة. أرجع محافظ البنك المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.